عثمان العرضية من لمسة أولى، بعد ذلك تسديدة من بنديجاك وهدف الأسبقية لبارما بعد عرضية ممتازة من مان، كرة على الطاير من بنديجاك، 1-0 لبارما في ملعب سان نيكولا، يتقدم في النتيجة فريق فابيو بيكيا بتسديدة ولا أروع إثر ركنية. عرضية مان بعد ذلك ترويد وبنديجاك على الطاير، فولي في الزاوية البعيدة في الزاوية الضيقة، وهدف لصفر لصالح بارما في الدقيقة 9 من الشوط الأول. الآن فرصة لصالح بنديجاك، يجري ساغاريتيس من بعيد جدا للمساندة، والكرة لليوناني، إمكانية التسديد العرضية لسوم، بعد ذلك بوني، إمكانية التسديد بوني، والهدف الثاني لبارما، لكن الهدف الفضل الأكبر لساغاريتيس، حوالي 40 متر ينطلق اليوناني ليضمن المساندة والدعم على الجبهة اليسرى، وهدف بوني يضاعف النتيجة. نريد الإعادة للاستمتاع بانطلاقة زاغاريتيس، قراءة ممتازة هنا، زاغاريتيس كالقطار ينطلق، والعرضية لسوم الذي يجد بوني لوحده من دون صعوبة، الفرنسي يضع الكرة في الشباك، لكن كل شيء انطلق من زاغاريتيس وتضحية الظهير على اليسار، والهدف الثاني لبارما. تحتفل هذه الآن حركات وفنيات من قبل بارما، بارتي بيلو، كرة لبوني، بارتي بيلو من جديد، مان لأنسالدي، أنسالدي مراوغة، يستمر في التوغل والكرة، والهدف الثالث لبارما. عملية جميلة، عملية ولا أروع من بارما، تيكي تاكا لتسعين ثانية باري لم يلمس الكرة، وهدف ثالث لبارما، تيكي تاكا واللمسة الأخيرة من مان ليؤكد أن البارما هو الأفضل، أن بارما هو الذي يستحق التأهل. أنسالدي مراوغة أولى وثانية، وبعد ذلك العرضية وبالكعب، مان على طريقة كريسبو، على طريقة روبرتو مانشيني، لكن أعلى من الكعب، العملية المستمرة والمتواصلة من فريق بيكيا من اليمين إلى اليسار، والعودة إلى كورفي، وبعد ذلك الانطلاق والبناء من الخلف، ولتكتمل العملية والجملة كعب من مان.